بسم الله الرحمن الرحيم. بص عشان ما اضحكش عليك، الواحد بقاله كتير ما بيتفرجش على ريال مدريد في الدوري، يعني بعد ما المكسب قدام اتلتيكو مدريد وبعد كده اتلتيكو بالباو، وقلت خلاص ريال مدريد ركب الصاروخ وبدا يستعيد مستواه المعهود. اتفرجت النهارده على مباراه ريال مدريد وجرناطه وعينك ما تشوف الا النور. كل ما اتفرج على ماتش ريال مدريد يجي لي حاله تحكيميه من 60 جزمه تخلي الواحد فجاه لو قال لك المنطق وان الكره تحسب يبقى لا يا اسطى انت ما تتكلمش على ريال مدريد، انت راجل برشلوني وما تهبطش في موضوع ريال مدريد. ولو قال ان الكره فيها ضربه جزاء معناها انك برضه هتكون بتحب تطبل عشان ترضي الناس، في الحالتين مفيش اي حد يرضى عنك. سيبك بقى من ان كازيميرو عمل موسم خرافي هو وكريم بنزيما، وان الفرقه برضه في أسوأ حالاتها واقفه على رجليها جوه الملعب، وبرضه زين الدين زيدان بافتقاده لوكا مودريتش النهارده كان فاقد الابداع جوه الملعب، بس مع ذلك جرناطه ما قدرش ان هو يروح بيه فرص كتير، او قدر كمان ان هو يروح ولا فرصه، لان جرناطه تسديدات اون تارجت هي كره واحده بس يتيمه. فهتقعد تقول لي جرناطه الظلم تحكيميا لو كانت حساب له ضربه الجزاء كان هيفرق؟ ابسولوتلي يا صديقي ما كانش هيفرق اي حاجه، لان ريال مدريد للامانه بتاعت ربنا يستحق المكسب عن جداره، ويستحق ان هو يوصل ل 32 نقطه من 15 مباراه ويتساوى مع اتلتيكو مدريد الفرق ما بينه وبين بعض. ماتشين مؤجلين لاتلتيكو مدريد عشان خاطر ريال مدريد يقول لسيميوني انا جاي وراك في السكه، لو عطلت او اي حاجه هنركب الصاروخ وناخد المركز الاول، وانت هتنزل تنافس مع برشلونه على الثاني والثالث وتشوف الدنيا بالنسبه لكم هتبقى رايحه فين. المشكله كلها في موضوع ريال مدريد. قبل ما تتكلم على اي حاجه هتقعد تتكلم على الكثافه وتتكلم على زين الدين زيدان وال 4-3-3. لا، زيدان النهارده كان بيلعب 4-1-4-1 مع غياب لوكا مودريتش، كان بيلعب 4-1-4-1. كازيميرو كان قدامه في نص الملعب، كان موجود فريدريكو فالفيردي، وكان موجود معاه كمان توني كروس ورودريجو على طرف، وعلى الطرف الثاني لوكاس فاسكيز، وقدامهم كان كريم بنزيما. 4-1-4-1 كانت لذيذه، قدام فرقه على الورق بتلعب بال 4-1-4-1 وجوه الملعب 4-5-1 سريعه، ما عندناش فكره ان احنا نلعب هجمات مرتده والكلام ده، احنا واقفين في منطقه جزائنا وما عندناش اي فكره ان احنا نعمل هجمات مرتده. طب يا اسطى انت جاي هنا ليه؟ انا جاي عشان ما اخسرش من ريال مدريد كتير. طب يا اسطى 1-0 زي 3-4 هي كده كده النقطه، لو ما خدتهاش الموضوع بيتغير. بس المشكله كلها في امتى ريال مدريد هيجيب الجون، لان ريال مدريد لو جاب جون بدري في ماتش زي جرناطه الموضوع بيفتح ل 3-4، انما لو الجون اتاخر شويه نطلع 1-0 بكرامتنا كلها. والجون اتاخر شويه الشوط الاول، ريال مدريد رغم الكور العرضيه الكتير برضه ريال مدريد ما قدرش ان هو يستفيد باي حاجه. فطبيعي زين الدين زيدان بيجي مين ممكن يعمل التاتش في منطقه الجزاء غير كريم بنزيما وفاسكيز اللي هم في العرضيات بتلاقيهم اساسا واحد التايمنج بتاعه بتلاقيه عكس الجميع، اللي هو كريم بنزيما الكره بتترفع بتلاقي كريم بنزيما يا قدامها يا وراها، حته ان هو بياخد في اللحظه المناسبه دي بتكون سيئه جدا. اصابه رودريجو بتخلي زيدان يضطر ان هو ينزل بماركو اسانسيو، واسانسيو كعوب شغال بقاله شهرين ثلاثه مزاجنجي، الفرقه متعادله خسرانه كسبانه، اهم حاجه بالنسبه لي ادلع نفسي. وبصراحه عمل حته كعب بس خبط في العارضه، ده لو كان جه جون كان هيبقى عالمي 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 تقدر تقول عليه من هنا للصبح. بس بعد كده بيعمل كروس عالمي برده بيقدر كازيميرو ان هو يزيد من تحت علشان خاطر ده بتاع التوقيت المناسب، اديله كرات عرضيه هتلاقيه جه من بعيد ركب فوق الكل وبيحطها باقتدار عشان خاطر يخلص الخناق بتاع ريال مدريد اللي هي يا جماعه جبنا 1-0. جرناطه هيعمل ايه بعد 1-0 بقى؟ جرناطه بعد 1-0 قرر ان هو انا عارف امكانياتي كويس، انا مش هطلع هاجم وهستنى لحد ما الماتش ما يخلص على خير ويمكن ربنا يرزق ونجيب ضربه جزاء. هي خبطت في ايد كازيميرو بس الحكم ما حسبش ضربه جزاء. ايه بقى تقولي؟ ممكن تقولي اصل هي خبطت في ركبته وبعد كده خبط في ايده وتقدير للحكم والفار ما حسبهاش. لا تمام، عدت وخلاص، مش هنقعد نتكلم على هذا التحكيم والكلام الرخيص ده. وبعد كده كريم بنزيما بيقدر يتوج مجهوده وبيقدر يحرز هدف ممتاز جدا بكره ارضيه. ما هو بنزيما في الكره العاليه اتفقنا ان التوقيت بتاعه غلط شويه، فموضوع ان هو بيحب يلعب برجله كتير راجل مميز جدا فيها. بنزيما عامل موسم نوعا ما جيد جدا، راجل جايب 8 اهداف، راجل بيقدر اوقات ان هو يشيل الفريق. يعني مثلا مباراه قدام بلباو كريم بنزيما مان اوف ذا ماتش، مباراه النهارده تقدر تقول كده ان بنزيما مع كازيميرو هم مان اوف ذا ماتش، وممكن تقدر تقول عليهم مان اوف زير بالنسبه لريال مدريد. يعني لو دورت على ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا مين اللي كان منقذ؟ كان كازيميرو. ومين برده اللي جاب اللحظه الختاميه؟ كريم بنزيما. اما الباقي صراحه فران وراموس الخط الدفاعي هو
فاران تحس ان هو بيلعب ضد ريال مدريد مش مع ريال مدريد. فرناند مندي فعلا اثبت ان هو ينفع يكون ظهير اساسي اغلب الوقت وينفع يكون هو البديل الشرعي لمارسيلو. البرازيليين بقى زي بعض والدنيا بالنسبه لهم مظبوطه. ورجوع داني كارفاخال ناحيه اليمين ظبط الاوضاع شويه. هي الحته كلها في التاتش الابداعي بتاع لوكا مودريتش في نص الملعب ده. لو زيدان لقط حد مكان لوكا مودريتش عمر اصغر ب 15 سنه كده من لوكا، اعتقد ان ريال مدريد بالمنظومه الحاليه مع زين الدين زيدان مستعد يكمل سنتين ثلاثه بالوضع الحالي باللعيبه الحاليه مع شويه رطوس صغيره. زيدان برغم ان الفرقه ممكن تكون ما بتقدمش اداء اسطوري جوه الملعب، بس برغم كده الفرقه لما بتخسر ماتشين او مباراه او بتلاقي ان هم في ظرف حاسم الفرقه مضطره انها تتجمع فيه مع بعض عشان خاطر نرجع نعمل كومباك، بتلاقي ان زين الدين زيدان عمل الموضوع ده بسهوله ويسر. وبعد كده ما تقدرش تخاف على مدرب زي ده. المدرب اللي الفرقه بتقع منه بيعرف يقوم بيها تاني ده بتسقف له وتعرف ان هو في النهايه هيقدر يحقق التارجت المطلوب منه من مجلس الاداره سواء دوري او دوري ابطال. الموضوع ده مرتبط ده بالنسبه لنا بعيد شويه، بس هتقدر تقول ان هو ممكن يحقق دوري بالمنافسه مع اتلتيكو مدريد. اما الفرق المدربين بتوعها اول ما بيقعوا تحت بيفضلوا ينزلوا لتحت ليه؟ فدول بقى ما تقولش عليهم غير حاجه واحده بس، فيسكا بارسا. بس الموضوع واضح جدا وسهل وبسيط. عارف ان الفيديو ممكن يكون طويل بالنسبه لك، بس لو عجبك ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش ممكن تعمل ديسلايك عادي. وشايل لاصحابك ان فينيسيوس راح ارسنال. احس ان امه مش راضيه عنه خالص. يلا في داهيه.